بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. دي المحاضرة الثالثة من محاضرات الدوكيمنت انفورميشن مانجمنت كورس، النهارده 21 مايو 2022. احنا كنا بدأنا في الفاندمنتالز بتاعة الدوكيمنت مانجمنت، واتكلمنا عن تعريف الدوكيمنت مانجمنت، وقلنا إن هي إدارة المستندات، هي نظام أو عملية تستخدم لالتقاط وتعقب وتخزين المستندات الإلكترونية زي ملفات البي دي اف والوورد والإكسل والصور لأي أو أي محتوى ورقي إحنا بنتعامل فيه في الدوكيمنت. وقلنا كمان إن إدارة المستندات هي الطريقة اللي بتقوم بيها المؤسسة بتخزين مستنداتها الإلكترونية وإدارتها وتتبعها بشكل صحيح وموضوع. تمام؟ وبعد كده اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدوكيمنت مانجمنت، هي بدأت امتى وحصل فيها ايه لحد ما وصلت لنا الوقت الحالي اللي احنا بنتعامل فيها دلوقتي في الشركات. بعد كده اتكلمنا عن السكوب بتاع الدوكيمنت مانجمنت، وقلنا هو ايه نطاق التنفيذ بتاع المانجمنت ده، وقلنا ان هو الاجراء ده بينطبق على كل المستندات اللي بنستخدمها في الشركه، المستندات الفنيه اللي احنا بنستخدمها في الشركه عندنا. فنظام إدارة الجودة بيلزم إن كل الشركات تكون ماشية، إن كل المستندات بتكون متطبق عليها نفس الكواليتي دي. تمام؟ بعد كده اتكلمنا عن الغرض من الدوكيمنت مانجمنت دي، هي ليه أصلا موجودة، النوع من المانجمنت ده ليه أصلا موجود. قلنا إن هو لازم تكون عندنا مستندات معتمدة وصالحة وحديثة، ما ينفعش إن احنا نتعامل بمستندات مش أبديت. عشان كده احنا عملنا الديبارتمنت ده علشان نبقى متاكدين ان كل المستندات اللي احنا بنستلمها منه هي مستندات معتمده وصالحه وحديثه، وعشان كمان نعمل كنترول على التغيرات اللي موجوده في الدوكيومنتس، وكمان نقدر ان احنا نسترجع الملفات المحفوظه بشكل امن وصيانتها بطريقه صحيحه وبسهوله. بعد كده اتكلمنا عن مين هو المسؤول عن الدوكيومنتيشن، وقلنا ان هو شخص يدعى دوكيومنت كنترولر، واتكلمنا عن المهارات بتاعته، ايه الكواليفيكيشنز اللي هي بتاعته، وتعليمه هو المفروض ان هو يكون التعليم بتاعه، مستوى التعليم بتاعه يكون ازاي، وايه هي السمات الشخصيه بتاعته. وكمان اتكلمنا عن المهارات الفنيه اللي المفروض هو يتعلمها، وقلنا كمان الريسبونسابيلتيز، المسؤوليات المفروض اللي هي واقعه على عاتقه طول فتره شغله، وكمان ايه دوره في المشروعات الانشائيه اللي احنا بنشتغل فيها. كمان اتكلمنا عن الكارير لادر، هو بيبتدي من ايه وبينتهي من اول ما بيبتدي من جونيور دوكيمنت كنترول لحد ما بيوصل لدوكيمنت كنترول مانجر، قلنا برضو ايه الكارير لادر بتاعه. وبعدين اخر حاجه اتكلمنا فيها ان هو المفروض هو يكون ريبورت مين هو مديره المباشر في الشركات المختلفه اذا كانت كونسلتنت او كونستراكشن. وبعدين المحاضرة الثانية دخلنا في الستاندرد، بدأنا نتكلم عن الايزو 9001 اللي هو الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنت، وقلنا ان الجودة ليها تعريفات كتيرة ولكن لا يوجد مفهوم واحد ثابت للجودة، وقلنا ان من تعريفات الجودة ان هي التطابق مع المتطلبات، تعريفاتها برضو الجودة ان هي ثقة المستخدم وان هي الملائمة للغرض المصنوعة لأجله. كمان احنا قلنا ان الجودة هي التطابق من اول مرة وكل مرة، والايزو عرف الجودة ان الجودة هي تطابق مجموعة من الخصائص المتلازمة مع متطلبات المواصفة 9001. تمام، ده كان اول حاجة، كان تعريف الجودة. بعد كده اتكلمنا على Principle of Quality Management System، قلنا هو ان هو من المبادئ بتاعت ادارة الجودة، اول حاجة وضع الخطة، 2 التنفيذ، 3 الفحص، واخيرا اتخاذ القرار. وبعدين اتكلمنا عن تعريف الايزو، وقلنا ان هي اختصار ل International Organization for Standardization، وقلنا ان هي منظمة تأسست عام 1946 بجنيف، كل اعضائها من كل دول العالم، وهدفهم هو توحيد القياس للتبادل التجاري. وبعد كده اتكلمنا عن الفيرجن بتاع الدوكيمنت بتاع الايزو اللي احنا بنتعامل فيه، وقلنا ان هو الاصدار بتاع سنة 2015، وقلنا ان هو بيحصل ابديت على الاصدارات دي كل 5 سنين. وبعدين اتكلمنا كمان ان مين اللي قلنا مين اللي يقدر ان هو يستخدم الايزو، وقلنا هو اي منظمة او اي organization او مؤسسة تقدر ان هي تطبق الايزو عندها،
بغض النظر عن حجمها أو عن طبيعة العمل بتاعتها. اتكلمنا كمان عن الـ principles بتاعة الأيزو، وقلنا إن هما كانوا 7 principles اللي اتكلمنا فيهم. إن قلنا إن هي أولا اتخاذ القرارات مبنية على الحقائق، القيادة، منهجية العمليات، مشاركة العاملين، إدارة العمليات، التحسين المستمر. كل دي كانت principles قامت عليها الأيزو. بعدين قلنا إيه هي الفوائد اللي ممكن تعم على الشركة أو على المؤسسة اللي بتنفذ أو بتطبق الأيزو ده عندها. قلنا أول حاجة زيادة الكفاءة، زيادة الإيرادات، زيادة معنويات الموظفين، الاعتراف الدولي، النهج الواقعي في اتخاذ القرارات، وتكوين علاقات أفضل مع موردين، وتحسين حفظ السجلات، وتحسين رضا العاملين، والتحسين المستمر للأورجانيزيشن. كمان اتكلمنا قلنا إن في بنفيتس بتعم على الكاستمر لو الشركة أو المؤسسة اللي هو بيتعامل فيها دي كانت بتطبق الجودة. قلنا إيه هي البنفيتس بتاعت الكاستمر؟ أول حاجة تحسين جودة الخدمة، انخفاض الحاجة للعودة، ضمان الخدمة، تجربة محسنة في كل مرة، وهكذا. ده الجزء اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت